محكمة الضمير. طب خليني أتكلم عن السيد الدكتور خالد حنفي وزير التموين. والحقيقة أنا اتكلمت كثيرا جدا في ملف وزير التموين منذ فترة طويلة. وخليني أقول إن طول الوقت وإحنا بنتكلم عن سياسته مش سيادته. عن منهجه مش عن شخصه. لكن ظاهرة وزير التموين خصوصا مع ارتفاع موجة هائلة من الانتقادات اللي انا رأيي انها موضوعية وحقيقية وفي محلها وتأخرت كثيرا، انها تأخرت كثيرا، يعني ظاهرة خالد حنفي انه وليه الدنيا باين دلوقتي وكأن الدنيا كلها واقفة ضده ومش عارف هو يعني يحاول يصور الامر كذلك، نتيجة انه في 31 شهر من الصمت والتواطؤ وانا اخشى ان انا اقول كمان والتدليس جرى مع سياسات وزارة التموين في التعامل معها الى درجة التغاضي عن اخطاء فادحة وهائلة وجرائم، فما كان منها غنى تتفاقم، فده تمن السكوت والتواطؤ، وده تمن عدم غياب الحساب والمساءلة، وده تمن رغبة أجهزة الدولة في إنها تعمل إن كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة والحكومة زي الفل والإنجازات رهيبة رهيبة رهيبة، هم عايزين أي حاجة إنجازات، أي شيء يبدو كأنه إنجازات، فلو يحف هذا الإنجاز إن وجد أي مشاكل أو معوقات أو فساد فما تشوهش الصورة، ما مش عارف ما تحبطش الناس، فما تشوهش الصورة وما تحبطش الناس معناه ايه؟ شجع الفساد على الفساد اكثر. انا ما اقولش ان وزير التموين يوصف بهذا الوصف، لا، انا اقول السياسة كلها سياسة مودية من فشل لفشل وتقدم لينا كنجاح فظيع رهيب. وده بيخلينا برضو نقف عند نقطة مهمة هنا، وهي انه طول الوقت يقول لك ايه؟ طوابير العيش، طوابير البوتاجاز، خلينا بس اتكلم في موضوع طوابير البوتاجاز، ازمات انابيب البوتاجاز لم تكن موضوع وزاره التموين، ده كانت نتيجه مشكله وزاره البترول وتوفيرها للغاز. ماشي الكلام؟ اللي يشكر على توفرها دلوقتي هي وزاره البترول مش وزاره التموين. الحاجه الثانيه ده لو شكر على واجب يعني، لانه خدوا بالكم ما دي المأزق اللي انا هتكلم فيه بعد كده. حالة المن والأذى على الشعب دي شغالة فلة فلة. هذه الحكومة شيء غريب جدا، سياسة الدولة سياسة المن والأذى، شوف احنا عملنا لك ايه، شوف احنا جبنا لك العيش، شوف انت واقف. اولا طوابير العيش دي كانت حاجة عارضة ومؤقتة في تاريخ مصر. إذا كنت عايز تتكلم عن العيش، إحنا العيش كان بيجي لنا في البيت، الناس كانوا بيعدوا بالعيش يبيعوه في البيوت، إذا كان على الفكرة دي يعني، والعيش طول عمره على الرصيف بس بكام؟ زحمة الطوابير العيش دي نتيجة أسباب كتيرة جدا، كويس ممتاز. حصل منظومة للخبز لا يمكن الزعم بأنها طاهرة شريفة. ممكن تبقى ناجحة في جانب وفاسدة فسادا هائلا في جانب آخر. لا أمال ليه؟ كروت الخبز راحت اتنقلت الى وزارة الانتاج الحربي عشان تبقى ايه يعني؟ عشان تبقى محل امان من الفساد الذي عاث في كروت الخبز. وانا بقول لكم المعايير اهي اصلها بسيطة يا جماعة، المنظومة دي كلها معمولة عشان ايه؟ معمولة دي عشان تقلل كمية الاستهلاك، تقلل كمية القمح المستخدم، ومن ثم تقلل الدعم المدفوع. طب ايه رأيك انها زودت الاستهلاك وزودت القمح وزودت الدعم، تبقى نجحت ولا فشلت؟ ما هي بس مسألة ربنا عرفوه بالعقل لا بأي شيء آخر، بالعقل. ومن هنا بقى نروح إلى اللي أنا متوقف عنده، هو رد وزير التموين على ما أشار إليه وأذاع وأعلنه الأستاذ مصطفى بكري الصحفي الكبير والبرلماني البارز. لما عقب رد على ذلك الوزير خالد حنفي للزميل الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد موسى، قال في رده أشياء تستحق منا جميعا أن ننتبه لها.
ليه؟ لأنه هنا مفتاح المشكلة الكبيرة اللي هي إيه؟ طب تعالى نسمع هذا الرد ونتكلم. أنا مقيم في فندق سميرة ميس لما توليت الوزارة، لأن أنا من اسكندرية والوزارة ما بتوفرش لا استراحة ولا بدل إقامة ولا مكان للإقامة. كان ممكن إن في ظروف أخرى كان الوزير يستغل منصبه بأنه هو ياخد مقر إقامة من أحد الشركات أو الهيئات أو الجهات، إنما أنا ما عملتش هذا الأمر وتحملت على نفسي إن أنا أقيم في القاهرة في مكان قريب من الوزارة. وكان طبعا هذا كلام شديد الخطورة، بل هو أشد خطورة من أي كلام تاني. إزاي؟ أولا بيقول إن الوزارة مش موفرة استراحات، وكان ممكن جدا هو يعني هو يستغل منصبه ويقعد في أي استراحات لشركات تابعة لوزارة التموين، يعني الوزارة، لأن حقيقة الأمر إن شركة القبضة للصناعات الغذائية فيها استراحة فاخرة للوزير، اسمها استراحة الوزير. وأتصور إنها كمان في موقع استراتيجي جدا في شارع طلعت حرب، جبلين عمل استعلامات بينها وبين ميدان التحرير ووزارة التموين يعني 3 4 دقايق. إنما المنطق هنا إيه؟ انه استراحة وزير التموين في الشركة القابضة انه يقعد فيها يبقى استغلال لمنصبه. ووزراء الزراعة اللي كانوا مغتربين وكانوا قاعدين في الاستراحة المخصصة للوزير في حديقة الحيوان في الجيزة وغيرهم استغلوا. لا، مش في استراحات لمهندس الري، استراحات لوزير الري، استراحة لرئيس الجمهورية، مش في استراحات لرئيس الجمهورية. يعني لما رئيس الجمهورية يروح يقعد في استراحته في المعمورة يبقى بيستغل وظيفته؟ الدولة بتوفر هذه الاستراحات، المفروض حكمتها القديمة كده، بتوفر هذه الاستراحات للمسؤول كي لا يذهب إلى الفندق يعني كي لا يغرى بالإقامة في مكان آخر، كي يحفظ على الوزير مكانته وهيبته وماله ومال الوزارة أو أي منطقة شبهة أو شبهات. فخلقت لذلك استراحة الوزير، استراحات خاصة بالوزارة موجودة في شركات متعددة بالوزير، شركات متعددة في وسط البلد في مكان، ويوسف رميس في جنب وسط البلد برضو يعني. انما احنا بنروح الفندق، وانا برضو مش هبص اطلاقا الى ان الفندق ده مقر اجتماعات الغرفة التجارية ولا اقامات مؤتمرات الغرفة التجارية، ده موضوع مش دعوة بيه خالص. انا ليا في منطق الوزير هو بيدافع عن نفسه، فبيتعامل على ان الوزير اللي يقعد في استراحة الوزير المخصصة له في شركة او مؤسسة انه استغلال للمنصب. يا سلام، معقولة احنا هنلوي دراع الحقيقة للدرجة دي؟ ثم في نفس الوقت وبدلها ان انا اقعد في فندق، انا اعرف سيد ضياء داوود كان أو وزير سابق عصر عبد الناصر، كان راجل دمياطي من فرسكور، و فرسكور ولا الزرق يا جماعه، المهم انه كان بيقيم في فندق في وسط البلد نجمتين تقريبا وهو وزير. لكن وماله القصة هنا؟ قصة انه الوزير المقيم في الفندق بدعوى انه الوجود في استراحة الوزير المخصصة له في شركات التابعة لوزارته استغلالا لوظيفته، هذا لي للحقيقة، وهذا امر لا يمكن باي حال من الاحوال الا ان يكون اتهاما للوزراء الذين لجأوا الى استراحات وزارتهم باستغلال النفوذ. شيء عجيب، لانه هيقودنا بقى، عرفت ليه بقى الدولة المصرية القديمة عملت استراحات للوزراء والمسؤولين، ورئيس المحكمة لما يتنقل في البلد ده استراحة القاضي وده استراحة المحافظ، عارف ليه؟ عشان الكلام اللي هيقوله بعد كده خالد حدفي. نسمع. وبالتالي اقمت فيه لان ما كان البديل الثاني ان انا اشتري بيت، وما كنتش اقدر ان انا اشتري بيت في القاهرة. في حاجة شخصية يا أستاذ أحمد، أيوة يعني أنا بسأل. أقيم في فندق أو أقيم في شقة، إن أنا أحب إن حد يخدمني أو أقيم وأجيب حد معايا، دي حاجات كلها
حاجات شخصية جدا مفيش حد ليه دعوة بيها. أنا المسؤول بيه قدام الرأي العام إن أنا قاعد في مكان بدفع ثمنه من جيبي، من فلوسي الخاصة، بدفعه من الكريدت كارد بتاعي بيتخصم على حسابي في البنك. فيش أي جهة في الدنيا بتساهم بجنيه في هذا الأمر، طبعا الحكومة أكيد لا تساهم في هذا الأمر، ولا أي جهة أيا كانت تساهم في هذا الأمر. وده موضوع ما فيهوش يعني ما فيهوش جدال وما فيهوش وجهات نظر. أنا متأكد إن الموضوع ده ما فيهوش جدال وفيه وجهات نظر، لأنه برضو أنا متأكد إن ما فيش أي جهة ممكن تدفع للوزير حتى لو عايزة، حتى لو عايزة، وحتى لو هو رجل سيقبل على نفسه فسادا لا يمكن يعمله من خلال علني كده يعني. وانا ابرأ بوزير التموين ان يكون محل اي اتهام بالفساد يعني، ده موضوع او بالرشوة او التربح اطلاقا اطلاقا، بقول اطلاقا اهو بس عشان الامر يبقى واضح، انا بتكلم على سياسته مش سيادته، منهجه مش شخصه. لكن السؤال هنا بقى بقولك، بيقول انه دي حاجة خاصة يا استاذ احمد، ده شيء خاص، دي حاجات كلها شخصية جدا ومفيش حد له دعوة بيها. لا، دي مش أمور شخصية خالص. أنا يؤسفني إن أنا أقول لك كده، أنا يؤسفني أقول لك إنه الفهم للخصوصية بتاعة الموظف العام دي مسألة صعبة شوية. ليه؟ لأنه في الدول الوزراء استقالوا فيها عشان جابوا خادمة بطريقة غير شرعية، خادمة مهاجرة غير شرعية ملهاش إقامة في البلد، فالوزير استقال. دي حاجة شخصية لك، دي الخدامة اللي في البيت اللي بتساعد المدام، الخدامة اللي بتساعد المدام دي مسألة عامة. نفس الحكاية في إسرائيل، نتنياهو تم محاسبته ومسألته والتحقيق معاه هو ومراته علشان برضو أمور لها علاقة بفرش البيت عندهم، بفرش البيت. فإحنا بس عشان الأمور تبقى واضحة انه ده مش موضوع شخصي، لانه لو موضوع شخصي يبقى عيب ان احنا نتناوله فعلا، ولازم نحترم خصوصية الناس. انما انفاق الوزير او اقامته وانفاقه على اقامته ده مش موضوع شخصي خالص اطلاقا، حاشا لله. ليه بقى؟ لانه كمان حكاية انه الرأي العام مسؤول بس على ان انا اللي بدفع من جيبي، لا، وحتى الرأي العام له علاقة بانك بتدفع من جيبك. ليه؟ علشان اللي هيقوله الوزير في الرد بعد شوية نسمع. لأنه أمر بيتم بشكل واضح جدا، ده أنا المفروض يعني من يحاسبني هو أهلي وأسرتي اللي أنا بضيع مدخراتنا علشان أقدر أقيم بهذه التكلفة اللي على حساب ولادي وعلى حساب أسرتي، لأن أنا بدفع ده. هنا بقى هنا الكارثة. أرجوكم توقفوا عن المن والأذى للمصريين. كتير قوي اللي بيحصل ده. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال بقى كمان بتصرف علينا. يعني وزير التموين بقى يصرف على مصر وبيصرف على الحكومة. وبقينا المفروض إن احنا نشكره وأهله هم اللي يحاسبوه إنه بيدعم مدخراته من أجل مصر. يعني انت عارف لو كنت اتبرعت بيهم لتحيا مصر كان ماشي، انما انت بتقيم اللي هو يعني بتدفع فلوس من جيبك في اقامة خاصة ليك، وبعدين بتقول لنا احنا بقى اصل انا بدفع من مدخراتي وان انا بصرف على وظيفتي. لا، انا مش عايزين حد يصرف على وظيفته في العالم كله يا جماعة، مفيش حد يصرف على وظيفته، محدش يصرف على وظيفته، ومحدش يقول لي اصل انا متبرع بالمرتب. لا 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 لا، العمل التطوعي ده حاجه، روح اعمل عمل تطوعي بقى، روح انزل بنك الطعام بقى، اشتغل بتاع نوزع على الفقراء حاجه كده، يعني تعمل خدمات مدنيه من اللي تحتاجها بقى مصر فعلا. لكن موظف عام في دوله لا، عشان نعرف نحاسبك، عشان اعرف نحاسبك، انما ما تقوليش ده انا واصرف على وظيفه من جيبي. وانا ليه؟ طب ما حاجه تقلق، ليه بتصرف على وظيفه من جيبك؟ ليه بتصرف على وظيفه من جيبك صحيح؟ ده سؤال مهم. عشان الخدمه العامه، ومين قال الخدمه العامه تدفع عليها فلوس؟ وبعدين وافرض بتصرف من جيبك، هندفع احنا الثمن بقى انك بتصرف من جيبك؟ المفروض بقى مصر خلاص يا جماعه ده يصرف من جيبه؟ ده ما عملوهاش الوزراء المليونيرات
اللي كانوا في عصر حكومة نظيف ما قالوا لناش الكلمتين دول، بالمناسبة ما قالوا لناش الكلمتين دول، وهم الحقيقة ثروتهم يعني يعني لا يمكن مقارنتها بما يملكه رجل يعني أستاذ جامعي مكافح وممتاز زي الدكتور خالد حنفي. انا مش مدفع على من جيبي اللي من جيبك ده، لا يجب بالفعل، احنا مش ناقصين موظفين يقعدوا يقولوا لنا اصل احنا ندفع من جيبنا، اصل احنا بنصرف على الوظيفه وناخد منها ايه والتأفف لا، المتأفف يروح. ده نفس حكايه انه انه على حساب الاسره بالمناسبه العمل العام في مشكله صعبه في مصر، في مشكله صعبه في مصر، بس في كل الدنيا في مشكله ان العمل العام والتصدي له كانك بتتصدق ببعض عرضك الحقيقه. ثم العمل العام عشان الوزراء فاهمينها غلط، فايه العمل العام؟ هو العمل الحكومي والوزاري. طب ما هو الاعلام عمل عام، وزي ما بيتهاجم الوزير وزي ما بيتهاجم الرئيس نفسه بيتهاجم الاعلاميين والصحفيين والسياسيين، وفي حد ما بيتهاجمش؟ ده الدولة بتهاجم والدولة بشغل كتائبها الالكترونية ضد المعارضين له. فمحدش برضه يقول ايه اصل احنا مش معقول انا مسؤول وكل يوم يقعدوا يهاجموني والسوشيال ميديا تعمل عني كذا والاعلام يطلع بالليل يهاجمني، امال يعني المفروض يعمل ايه؟ والاعلام ده نفسه ما بيتهاجم ليل نهار وبيتهدد بالقتل، يعني فايه الفرق يعني؟ يبقى احنا كلنا احنا مش في سويسرا ولا في السويد عشان بقى احنا المفروض تطلع في التلفزيون وتقول الكلام ده، فالمفروض بقى الناس تسقف لك والحكومه تحبك ووزاره مش عارف ايه تشايفك ايه، لا لا حد يطيقك ولا حد عايز يسمعك ولا يشوفك اصلا، وبتتشتم ليل نهار طبيعي عادي. متضايق اتفضل روح السويد اعمل برنامج في السويد، قدم برنامج في بلجيكا على المجتمع البلجيكي، انما عايش في البلد دي بتستحمل اللي بيحصل في البلد دي وتواجه بقى وتغير وتنور. نفس الحكايه وزير او مسؤول الان من التلطيش خلاص امشي. ليه؟ لان اهي في جزء منه العمل العام وجزء ان مصر دلوقتي في النقد والهجوم تجاوز مناطق كتير قوي، واول من اخطا وارتكب هذه الجريمه وحتى الان يرتكبها هو اجهزه الدوله اللي جريت ورا الاخوان وعملت زيهم كتاب الكترونيه وقعدت تشتم وتسيء للسمعه وتطلع شائعات ومش هيضحك على بعض، ما تكذبوش اكتر من كده. الدوله متورطه في معظم الاكاذيب والتشويهات اللي بتنشر وتذاع والشائعات اللي بتتقال علشان تصفيه حسابات مع مختلفين معاها، فما ينفعش. برضو بقول لحكومتك لو انا عارف ان كل وزراء مصر مفيش كلام وزير الداخليه اصلا ولا يعرفوا يناقشوه، ولو اي ضابط امن دوله كلمهم على اي قرار في الوزاره هيلغوه، لانه سياده الرائد كلمهم، الرائد مش العميد. نكمل. الامر كان ممكن انه ان يتم التحايل وان الواحد يكون موجود في مكان، وده كان حصل في عصور وفي ازمنه اخرى، ان كان ممكن ندور على مكان له علاقه بالوزاره بشركات بهيئات بجهات، ما عملتش ده طبعا. والامر في منتهى الوضوح والشفافيه، انا بقول لحضرتك تاني وبكرر تاني ان وده امر ما كنتش احب ان انا ناقشه حتى على الراي العام لانه امر شخصي، ان اللي بيحصل ده عمليه احباط ممنهجه لكل من يحاول ان يصلح او يغير، لكل من يحاول ان هو يضحي باشياء كثيره علشان البلد دي تتحرك وتتقدم. انا الحقيقه مستاء جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني على مستوى اسرتي واصدقائي ومعارفي مما يحدث هذه الايام، وقد يبدو للبعض ان هو بشكل ممنهج ومقصود، وقد يبدو للبعض ان ده تمن بيتدفع واتقال في الاول انك هتدخل عش الضبابير ومش هتطلع سليم. ده اللي بناخده بقى، ده اللي بناخده من الدوله كلها، دي سياسه الدوله. اي هجوم، اي اختلاف، اي انتقاد، اي نقد، اي معارضه يقوم قايل لك عايزين يوقفوا المراكب السايره، مش عاجبهم حاجه، بيشوهوا النجاح،
عايزين البلد تعطل، الحاجات العظيمة اللي بنعملها عايزين يحوشوا الناس عنها ويمنعوا الناس من الفرحة بالإيجابيات العظيمة، ده حاجة ممنهجة، ده متآمرين أصابع خفية، أهل شهر أهل شر، بيعملوا مؤامرات ضد البلد، متربصين مترصدين، أصل إحنا حاربنا الفساد فدول بقى أصحاب مصالح. على طول يضع نفسه موضع الضحية والشهيد، وإنه كل اللي بيحصل ده علشان هو بيحارب الفساد، مش الهجوم على الفساد الظاهر البائن الكامل المطلق الفاضح في توريد القمح وفي غيره من سياسات وزارة التموين. لا، ده بقى هو وزارة التموين هي اللي بتحارب الفساد، مش هي اللي في 9 صوابع في 500 مليون جنيه سرقة في 9 بس، مش هي اللي نقاط الخبز كل يوم يعني ينفجر فيها الفساد، لا مش هي، ده هي اللي بتحارب. واحنا بقى ايه، اي حد يهاجمها واي حد يختلف معاها، الشرقي على الغربي، الشامي على مش عارف على المغربي، اي حد يواجهها يهاجمها يلحق حملة ممنهجة. عايزين يفسدوا البلد وعايزين يقولوا النجاحات العظيمة اللي احنا بنعملها دي والانجازات بيشوهوها وبيحبطوا الشعب، وحملة ممنهجة وناس اصحاب مصالح وعايزين يدمروا في البلد. اللي هم مين؟ اللي هم مين بقى؟ تبص تسأل اللي هم مين؟ تتجنن. يعني اللي بيهاجم واللي بيقول سياسات دي خبراء واساتذة وناس وطنيين وصحفيين وغيرهم بيدافعوا عنه برضه ويسقفوا له فاش حاجة. انما على طول بقت حملة ممنهجة وبقت اصحاب المصالح وعش دبابيه، الحق اتلسع الراجل، الحق الدبور، ايه ده؟ ايه ده؟ وانا بقول لك بقى دي مش مشكله خالد حنفي، ده منهج دوله، منهج حكومه شغاله، طول ما تقول لها كلمه الحق حبل ممنهجه، عايزين يشوهوا النجاح، عايزين يحبطوا الناس، عايزين اللي هم عايزين ايه يعني؟ عايزين كل الاعلام والسياسه والصحافه والبرلمان وكل الدنيا نروح نشتري طبل. نروح كل واحد يشتري طبله او رق او دف او مزمار بحيث احنا نزف الحكومة ونهلل الله ونطبل. ايه الحكومة؟ ايه الحكومة يا جمال الحكومة؟ ونجيب بقى من اول محمد طه يعني، ورحنا للحكومة لقينا الحكومة حكومة، اصل انت يا حكومة حكومة، ومنين نلاقي حكومة زي الحكومة وعلى الاصل دور.